متأخرة في اليورو، قدر يسجل الهدف الأول بعد أن استلم كرة زازا. هنا ردة الفعل في منطقة المشجعين في نيس للجماهير الإيطالية القليلة الحاضرة، مع صدمة وحزن لجماهير سويدية كثيرة كانت حاضرة لمتابعة هذه المباراة في نيس. أما في ليون فكانت أيضا هذه ردة الفعل بعد هدف إيدر. إليكم ترتيب المجموعة الخامسة حيث صدر